نظمت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بجامعة فم الواد النسخة الأولى من ورشة العمل في موضوع تثمين النباتات العطرية والطبية، ورشة تهدف إلى تعزيز قدرات التعاونيات من حيث المعرفة النباتية وتقنيات استخلاص الموارد الطبيعية وأساليب الجودة. عن أشغال اليوم الأول يدور ريبورتاج سلك بجدور والمحجوب كزيزة. تثمين النباتات العطرية والطبية محور ورشة العمل من أجل عصرنة قطاع إنتاج وتصدير النباتات العطرية والطبية بجهة العيون الساقية الحمراء، الجهة التي تتكون من بيئة تضم أصنافا متنوعة من هذه النباتات والتي تختلف استعمالاتها لدى الساكنة المحلية بين العلاج والاستعمالات اليومية. فمعروف أن المنطقة يعني ديال العيون الساقية الحمراء هي تزخر بهذه النباتات، لكن التحديات تقريبا على ثلاث أو أربع مستويات. لاحظنا أن للأسف تقريبا 56% من النباتات المستعملة محليا هي مستوردة يعني من جهات أخرى، وبعض المرات حتى من بلدان أخرى مجاورة. فهذا التحدي الأول. التحدي الثاني وهو طرق استخراج المنتوجات من هذه النباتات تبقى طرق تقليدية ومكلفة وتتطلب يعني واحد الوقت طويل. تحدي آخر يكمن في الحصول على الرخص للتسويق. الهدف هو إعطاء نبذة شاملة على سوق المنتجات في الجهة، وكذلك نوعية وطرق استعمال النباتات المحلية أي الطبية والعطرية في هذه المنتجات، لأن الهدف هو تسليط الضوء على أهمية استعمال النباتات الطبية والعطرية الصحراوية، وكذلك استعمالها في الميدان الطبي وكذلك الصيدلاني ومستحضرات التجميل. عروض علمية وشروحات دقيقة من أساتذة باحثين ومختصين في علم النباتات شكلت مداخل جديدة للنسيج التعاوني المحلي والطلبة الباحثين للاستفادة واكتساب كفايات علمية وخبرات جديدة في مجال تثمين النباتات الممتد من المغرب إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء. Right now I'm really fascinated by this workshop on valorization of aromatic. نحن الآن بصدد هذا الورش المهم في تثمين النباتات العطرية والطبية، وابتكرت طرقا مهمة وأساسية من خلال خبرتي السابقة في الولايات المتحدة في أنظمة السقي ورعاية النباتات، وأظن أنها ستساعد المنتجين هنا في المغرب خصوصا في الأقاليم الجنوبية. بالنسبة لهذه المبادرات يعني نتمنوها ونحيوها لأنها تسلط الأضواء على يعني النباتات الطبية والعطرية بالمنطقة، ويعني اللي لابد من الاهتمام بها من الناحية العلمية والناحية يعني الممارسات التقليدية اللي في المنطقة هون، يعني لابد أن يعني نسعى ونطوروا الممارسة بناء على معارف علمية. تاريخيا سعى الإنسان إلى الموارد الطبيعية المتوفرة في بيئته لحماية صحته، فكانت النباتات خياره الأول، ومع التقدم والتطور الاجتماعي والثقافي والعلمي بات تسخير البحث العلمي في مجال تثمين النباتات الطبية والعطرية غاية ملحة تنطلق من الجامعات ومراكز البحث العلمي.